استاذ ممدوح تاني يوم النهارده حضرتك قدام السفاره الاسرائيليه، شايف ايه النتيجه؟ شايف ان الشعب المصري بفضل الله سبحانه وتعالى بيقول المجلس العسكري ان زمن حسني مبارك ولن يعود، زمن الخطاب الضعيف السيء مع العدو الاسرائيلي لن يعود. نحن شعب ملتحم مع الجيش ودماءنا مش رخيصه، وليس اقل من طرد السفير وسحب السفير كي يعلم دوله الاحتلال اننا شعب قوي، شعب لن يسامح في دماء ابنائه، وان ثمن الدماء اللي ازهقت في سيناء ثمنها غالي جدا. والرسائل او الاسلوب اللي تم النهارده من اعلان سحب السفير ثم التراجع عنه ده اسلوب سيء، واسلوب لا يقبله الشعب المصري، واسلوب لن يقبله اي انسان مصري بيشعر بدماء اخوانه اللي ازهقت في سيناء. وده اسلوب رجاله حسني مبارك كانهم موجودين في الحكم، بنقول لهم للاسف اطلعوا بره، الشعب هو صاحب الكلمه، الشعب كما اسقط النظام، الشعب كما غير مصر، الشعب بيقول، الشعب يريد طرد السفير، الشعب يريد شكل جديد للعلاقه مع دوله الاحتلال، الشعب يريد مصر دوله مستقله حره لا تقبل ضغوط امريكيه، لا تقبل هوان مع العدو الاسرائيلي، مصر دوله لها رايها لها سيادتها. مجلس العسكري لابد يشعر ان مش وراه جيش من نص مليون او مليون، وراه 85 مليون، مصر قوه لا يستهان بها، ولابد ان يشعر القوات المسلحه بهذا الامر. طب لو استمر التجاهل من قبل الحكومه والمجلس العسكري من قبل المتظاهرين ماذا سنفعل؟ انا ما اعتقدش انه هيستمر التجاهل، انا اتمنى ان تصل هذه المظاهرات الى مليونيه، وتصل الى ضغط شديد شعبي على المجلس العسكري، لان من الواضح ان في ضغوط كثيره جدا بسبب التراجع اللي حصل النهارده. فالضغوط دي لابد تعلم ان الشعب المصري قادر على فرض ارادته، على قادر على طرد السفير الاسرائيلي مهما كانت الضغوط. شكرا استاذ ممدوح، شكرا.